أهلا بكم، أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، للجادين اللي الليلة عايزين يسهروا السهرة دي. بس خلينا نتفق بقى اتفاق رائع، عشان بس إيه محدش أميمة. أهلا أميمة. هند، أهلا هند. ملك، أهلا ملك. خلونا بس نبدأ نتكلم على إنه مفيش في الليلة دي سياسة، أوكي؟ كان نفسي بس أكتب شعار للبث ده إنه لا مكان للسياسة، مش للسياسة، يعني السياسة هي كل حاجة، لكن والله وهتخش الليلة، بس يعني قصدي أقول تاريخ مش سياسة يعني. لكن لما أطمن الأول إنه حضراتكم أهلاً عائشة، أهلاً سوسن، اهلا سامح. ازيك يا سامح؟ ازيك يا سامح من جنيف؟ اهلا سامح. انا بقول اللي شايفه قدامي، يعني اللي طالع قدامي على الشاشه، لكن اللي موجودين وانا ما قلت لهمش يبقى انا مش شايفهم. فلو المهم سامح وسوسن وهل وعائشه وملك اللي قدامي، هل الصوت تمام والحاجات تمام؟ خلينا نبدأ بس عبال ما نتجمع كده ويبقى فيه ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحقيقة أنا ما كانش عندي موضوع يعني أتكلم فيه الليلة دي خالص، يعني كانش عندي ولا كان عندي فكرة إن أنا أعمل بث مباشر، لأني ما عنديش موضوع. يعني طالما ما عنديش موضوع يبقى أنا مش هتكلم، يعني ما أحبش أنا أقعد أعمل بث أهري وأهبد، إذا ما كنتش هطلع أقول حاجة وحاجه تفيد الناس فتبقى يعني ملهاش اي لازمه من وجهه نظري. فعشان كده ما كانش لي، لكن حقيقه بعض الاصدقاء والمحبين قالوا لي لازم تعمل بث، ولازم البث ده يبقى النهارده لازم تطلع، وناس حاسبه الوقت بقى لنا كتير ما عملناش. بس انا ليا اغنيه اسمها بقى لنا كتير ما شفناش بعض، كانت بتغنى ببرنامج اسمه البيت بيتك. فالحقيقه انا ما لقيتش حاجه اقولها، ما لقيتش اي حاجه، وما كانش عندي موضوع. لكن يعني تحت رغبه الاصدقاء الجمال، ويعني ولاجل خاطر عيون الناس يعني، فانا قررت اطلع النهارده. والحقيقه برضو الحاجات دي رزق من عند ربنا، يعني ربنا بيرزقك، زي الدكتور جمال عبد الستار ما قال في اخر حلقه، انت بتنوي ربنا بيرزقك اللي هتقوله يعني، بس تنوي يعني. فربنا رزقني برزق غريب جدا. وانا يعني اذا كنت انتوا يعني نبدا بقى، طالما احنا وصلنا العدد كويس عشان ما اضيعش وقتكم وانتوا عايزين اكيد تناموا يعني. انا الحقيقه وانا لما قلت اطلع بس، او لما فكرت اطلع بس مباشر ومش لاقي موضوع، فانا طبعا يعني لانه بعتبر نفسي شاعر يعني، فأنا لما بتعب أو لما بحس بخواء روحي بروح للشعر. الكتب كويسة والروايات رائعة والدراسات الأدبية والسياسية والفنية حاجة عظيمة جدا، لكن الشعر بالنسبة لي حاجة تانية خالص يعني، يعني حاجة بحبها يعني، يعني بحب الشعر جدا، وبالتالي بحب جدا إن أنا أروح للشعر. فروحت للشعر فلقيت قصيدة. القصيدة هي اللي فتحت عليا الباب اللي أنا هكلمكم عليه دلوقتي، وهتلاقوا باب لطيف جدا، هتلاقوا فيه شعر، هتلاقوا فيه رومانسية، هتلاقوا فيه حب، وهيختم بحاجة غريبة جدا زي الرحلة اللي حصلت معايا. يعني أنا فتحت القصيدة وقعدت أقراها بحب كده وجميلة قوي، ففي القصيدة فتحت عليا باب، لقيت نفسي في التاريخ وفي السياسة وفي حاجات تانية. أتمنى أن توصلكم الرحلة دي. يعني كلنا عارفين، او كل الناس اللي بتتابع الاغاني عارفه اغنيه جميله كتبها الشاعر احمد شوقي وغناها محمد عبد الوهاب ولحنها محمد عبد الوهاب. الاغنيه بتقول: مضناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مجروح الجفن مساعده، يستهوي الورق تأوهه، ويذيب الصخر تنهده. الورق الحمامة السوداء الرقيقة قوي، يستهوي الورق تأوها، ولما يتأوه الحمام يزعل عليه، ويذيب الصخر تنهده.
وينادي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده. كل ده واحد بيحب حيران يعني. الحسن حلفت بيوسفه والسورة أنك مفرده، وتمنت كل مقطعة يدها لو تبعث تشهده. كلام جميل جدا، كلام رائع جدا. ده شوقي عامله بقى وغزله يعني، حاجة جميلة قوي. وبعدين يقول: جحدت عيناك زكية دمي، وكذلك خدك يجحده. قد عز شهودي إذ رمت، فأشرت لخدك أشهده. بيني في الحب وبينك ما لا يغدر واش يفسده، ما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده. بص بقى الجملة اللي جاية: ويقول تكاد تجن به، فأقول وأوشك أعبده. دي قصيدة شوقي، وهي طبعا لحن معروف، وشوقي وعبد الوهاب بيغنيها حلوة قوي، وغنتها بعد كده أنغام، وغنتها نجاة، وغنها ناس كتير جدا. هو لحن عظيم جدا، لحن رائع. الغريبة إن القصيدة دي أساسها مش أحمد شوقي، أساسها شاعر ضرير اسمه الضرير، اسمه أبو الحسن ابن عبد الغني الحصري. ده شاعر قديم قوي، اتولد سنة 1420 هجريا في القيروان في تونس. والشاعر ده درس في تونس الدين، الشريعة، الفقه، وعلم القراءات، قراءة القرآن الكريم. وأيضا له مؤلف في قراءات القرآن الكريم. أنا بس بقول لكم ده عشان أقدم لكم القصيدة الأساس، اللي هي طلعت إن أحمد شوقي عامل على منولها، بيسموها عارضها. يعني أحمد شوقي القصيدة، شاف القصيدة بتاعت الشاعر الحصري ده الضرير الحصري، فعمل زيها يعني. الشاعر ده كان يعيش أو ولد وعاش في قيروان في تونس، وهناك بقى درس القرآن الكريم والفقه والشريعة وعلوم الدين وعلم القراءات، وبقى بيقول إنه عارف بأسرار اللغة العربية، وعنده مؤلفات في قراءات القرآن الكريم. تستغرب إنه هيكتب القصيدة اللي جاية. احنا وقفنا كده عند الشاعر ده. الشاعر كتب قصيدة اسمها يا ليل الصب. القصيدة دي من الموشحات الأندلسية، والقصيدة دي تغنى بها العالم العربي كله لقرون طويلة، وده اللي خلى شوقي يكتب مضناك جفاه مرقده على وزنها. انا هروح للقصيدة الاول وبعدين نتكلم عن الشاعر. احنا قلنا انه اتولد سنة 420 هجريا في القيروان، ودرس القرآن الكريم والفقه وعلم القراءات، وله مؤلفات في علم القراءات يعني. لدرجة انه ابن بسام في كتابه الذخيرة بيقول عليه، هو بيقول على الراجل ده انه بحر براعة ورأس صناعة وزعيم جماعة في اللغة وفي الدين. وهو من علماء القيروان يعني المشهورين زي ابن رشيق وغيرهم يعني. الراجل ده كتب يقول ايه؟ كتب قصيدة في منتهى العزوبة ومنتهى الرقة. بتقول القصيدة: يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. يعني إمتى هيجي بقى الرجل الصب ده اللي هو يا ليل العاشق المستهام، متى غده؟ هيجي بكرة، هيجي إمتى بكرة بتاعه ده؟ يوم القيامة. رقد السمار فأرقه، أسف للبين يردده. مفهوم أعتقد يعني. فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. الشاعر ده ماله بقى المستهام ده العاشق ده؟ بيقول عنه كلف بغذال ذي هيف خوف الواشين يشرده. كلف، الكلف اللي هو الولع التتيم، بغذال ذي هيف يعني بوحدة قوامها مشدود قوي يعني شبه الغزال يعني. الهيف اللي هو القوام المشدود قوي، البطن الضامرة. إلى كلف يعني متيم، كلف بغذال ذي هيف خوف الواشين يشرده. نصبت عيناي له شركا في النوم فعد تصيده. أنا كنت عامل له فخ
في النوم عشان لانه ما بيشوفش الحقيقه، فعمل له فخ في النوم، لكن فعزت الصيده وكفى عجبا اني قانس للسرب سباني اغيده. يعني انا قاعد بصطاد سرب من الغزلان، سباني صدني اغيده، والغيد هنا اللي هو الناعم المنثني يعني الجميل قوي. وكفى عجبا اني قنص للسرب سباني اغيده، صنم للفتنه منتصب اهواه ولا اتعبده. العرب زمان كانوا يقولوا على اي تمثال الصنم، اي تمثال، لانه في تعريفهم ما كانش حاجه اسمها يعني كانوا يشوفوا التماثيل الصنم، فعايز يقول تمثال للفتنه، تمثال يعني الست اللي هو او البنت او الحبيبه اللي هو مكلف بيها دي هي تمثال للفتنه، صنم للفتنه منتصب اهواه ولا اتعبده. هناك شوقي يقول ما بال العازل يفتح لي باب السلوان واقصده، ويقول تكاد تجن به فاقول واوشك اعبده. هناك شوقي، هنا الحصري يقول صنم للفتنه منتصب اهواه ولا اتعبده، صاح والخمر جنى فمه، فايق بس هو سكران، سكران اللحظ معربده، يندو من مقلته سيف، لو فتح عينه بيطلع منها سيف، وكأن نعاسا يغمده، لو قفل عينه ونام السيف ده خلاص. فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده، كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده. يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده، زي عبد الوهاب هناك، خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده. إني لأعيذك من قتلي وأظنك لا تتعمده، بالله هب المشتاق الكرى، بالله هب المشتاق كرى فلعل خيالك يسعده. ابعت للمشتاق المستهام المتيم ده شوية نوم شوية نعس، الكرة كرة الولد يعني نعس شوية نوم يمكن يشوفك هو نايم، بالله هب المشتاق كرة فلعل خيالك يسعده. ما ضرك لو داويت دنا صب يضنيك وتبعده، لم يبق هواك له رمقا فليبكي عليه عوده. وغدا يقضي أو بعد غدا هل من نظر يتذوده، يقضي يعني بكرة هيموت أو بعد بكرة، اديله أي نظرة يتزود بها. وغدا يقضي أو بعد غدا هل من نظر يتزوده. يا أهل الشوق لنا شرقا، الشرق البكاء المكتوم قوي بالدمع يفيض مورده، يهوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعده. ما أحلى الوصل وأعزبه لولا الأيام تنكده، بالبين وبالهجران فيا لفؤادي كيف تجلده. القصيدة دي كتبها واحد له مؤلف في علم القراءات وهو الضرير أبو الحسن القيرواني الحسن القيرواني. هذا الشاعر عاش في القيروان وحتى سنة 449. في سنة 449 حصلت في القيروان نكبة فظيعة جدا. اللي حصل انه الفاطميين لما طلعوا من المغرب وراحوا أسسوا الدولة العبيدية في مصر، المعز لدين الله الفاطمي، أهملوا المغرب، المشرق العربي، المغرب العربي اللي هو تونس والمغرب المنطقة دي، أهملوها خالص فتركوها لأهل القبائل اللي هناك، هم اللي يحكموها يعني يتحكموا فيها ويحكموها وهم اللي يخلوا، هم اللي ياخدوا بالهم منها وهم اللي يعني سابوها لأهلها يعني بس تحت ولايتهم. فتكونت هناك دولة اسمها زيرية، واحد اسمه يوسف بلكين الزيري ابن زيري، ده عمل دولة في تونس لكنه كان بيدين بالولاء للفاطميين يعني ما عندوش العبيديين يعني.
الفاطميين كانوا شيعة، وكان مذهبهم منحرف جدا، منحرف منحرف إلى أقصى الدرجة، يعني منحرف. فأبو الفتوح يوسف بلكين بن زيري ده أسس الدولة بتاعته هناك، لكنه الحقيقة كان له ولاء للمذهب الشيعي الإسماعيلي اللي بيحكم في مصر، اللي هم المعز بقى وأبنائه وسلالته. يعني كان في عداء شديد جدا بين الفاطميين اللي هم الشيعة دول اللي هم الإسماعيليين، وبين السنة بشكل عام في كل حتة في العالم الإسلامي. فلما اتكونت دولة الزيرية دي، أو أبو الفتوح يوسف بلكين بن زيري ده عمل الدولة بتاعته في تونس وكده، كانت العلاقات بينهم بتروح وتيجي، يا إما إنها علاقات متوترة، إما إنها علاقات فيها خناقات أو فتور أو كده. في سنة 406 هجريا، يعني سنة حوالي 1015 ميلاديا، اتولى على الدولة اللي في تونس دي واحد اسمه المعز ابن باديس. وده كان مختلف تماما الحقيقة، لأنه المعز ده أبوه كان اسمه منصور ابن يوسف ابن بلكين ابن زيري. الراجل ده المعز ابن باديس ده كان سني جدا، سني جدا يعني وكان وأظهر عداءه الحقيقة للعبيديين في مصر، يعني في الفاطميين. كتب عنه ابن الأثير بيقول: كان رقيق القلب، خاشعا، متجنبا لسفك الدماء الا في حد، حليما يتجاوز عن الذنوب العظام، حسن الصحبه مع عبيده واصحابه، مكرما لاهل العلم، كثير العطاء، كريما. ده المعز بن باديس كما كتب عنه الراجل. وكانوا بيقولوا انه كان له عقيده سليمه جدا من اهل السنه، وكان بيتقرب من العلماء والفقهاء، وانتشر وقتها مذهب أبي حنيفة النعمان إلى آخره. يعني الراجل ده أول ما بدأ مسك الحكم، أيقن إن العبيديين دول أهل مذهب منحرف، يعني مذهبهم، هو كان عارف يعني إن دول مذهبهم منحرف، وكانوا ده الناس يعني مش مظبوطين ديانة، يعني في الديانة ولا علاقة لهم بالإسلام الصحيح إلى آخره. يعني فالمعز ابن باديس ده يعني قرر ان هو يعادي هذه الدولة العبيدية في مصر. الكلام ده بدأ من تونس. فالمستنصر اللي هو كان بيحكم الفاطميين في وقتها في القاهرة، قرر ان هو يبعت رسالة يقول لابن باديس يعني الزم حدودك واخضع كما خضع أبائك وأجدادك. يعني قال له كده بالظبط: اقتفي آثار سلفك آبائك في الطاعة والولاء. بص، اتلم كده واعمل زي أجدادك وأبوك وجدك، واتلم كده وخليك مطيع لينا. وبعت له الرسالة دي. فابن باديس الحقيقة رد عليه برسالة وقال له: إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يملكوا أسلافك، ولهم وعليهم من الخدم أعظم من التقديم، ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم. المعلم المستنصر وصلت له الرسالة دي اتجنن، فقرر يبعت جيش عظيم جدا يهد المعز بن باديس ده والدولة بتاعته وكل حاجة. لكن عنده واحد اسم وزير اسمه اليازوري. اليازوري ده كان خبيث شوية. كان في الوقت ده المستنصر بيحارب دولة القرامطة في الشرق العربي، وكان عنده مشاكل كتير جدا. فالوزير بتاعه اليازوري ده قال له: بقول لك يا مولانا، احنا هنروح نبعت له جيش، الجيش ده فيه ناس من المغرب من المنطقة دي ممكن يتفاوضوا معاه ويبقوا معاه أكتر من معانا، وفي نفس الوقت احنا بنحارب القرامطة مش فاضيين له يعني، فبدل ما نعك كتير ما تيجي نسلط عليهم شوية رعاع من الجزيرة العربية، شوية أوباش وحرمية، يطلعوا يهلكوا بلدي. المستنصر لقى الفكرة كويسة جدا، فيدوروا على مين؟ لقوا قبيلتين، القبيلتين دول شوية أوباش يعني شوية ناس رعاع حرمية قطاع طرق. يقال إن عددهم ما بين 400 ألف إلى مليون شخص.
فراح وداهم نقلهم، نقل القبيلتين دول وداهم للمعز بن باريس، هلكوا القيروان أبدوها. وسميت هذه الفترة اسمها فترة النكبة، لأن القيروان يعني بقت حاجة زي الحروب الأهلية كده. فطفش منها علماء كتير زي ابن رشيق وغيرهم، ومنهم الشاعر الرقيق أستاذ علم القراءات الحصري، الضرير الحصري أو أبو الحسن الحصري، الشاعر القيرواني اللي كتب القصيدة دي. خد بعضه طلع على ستة تقريبا، بعد كده طلع على الأندلس، ثم رجع بقى على طنجة، وهناك دفن ومات في طنجة. مين بقى القبيلتين اللي راحوا القيروان وأهلكوهم عن بكرة أبيهم؟ قبيلة بني هلال وبني سليم. مين بقى قبيلة بني هلال وبني سليم؟ دول القبائل اللي منهم أبو زيد اللي هي سلامة، والسوي التاني اللي ضده ده اللي هو أبو زيد اللي سلامة و نسيت اسم الاثنين التانيين والله، كانوا في بالي دلوقتي. أبو حد يفكرني يا شباب من اللي قاعدين، الله يكرمكم. أبو زيد الهلالي سلامة و يا أخي نسيت الأسماء سبحان الله. يعني المهم يعني هتيجي دلوقتي الأسماء، وهيجي واحد دلوقتي حلال دلوقتي يفكرني بالاسماء. اطلعوا بقى اقول الاسماء يعني، خليكم لطاف يعني، ما تسيبونيش كده قاعد. فابو زيد قال لي سلام، والتاني اسمه ايه؟ اتنين تانيين يعني. فالحقيقه انه التاريخ العربي، التاريخ الشعبي، نسي ابو زيد الهلالي، نسي الحصري الشاعر ابو الحسن حسن الحصري وابن رشيق، نسي العلم اللي في القيروان، وبدأ الوجدان الشعبي يمجد الحرمية دول، أبو زيد الهلالي والاثنين اللي أنا ناسيهم دلوقتي، واللي ما حدش عايز يقول لي اسمهم إيه دلوقتي. يعني مش معقول أنا قاعد دلوقتي حد يقول لي يفكرني. فالناس الاثنين الحقيقة دول، فبدأ فالشاعر الوجدان العربي العامية سابوا بقى الشعر الجميل والأدب والقيروان والحضارة العظيمة في تونس، وبدأوا يتكلموا بقى على مجموعة عبيد اللي هم أبو زيد الهلالي سلامة ودياب بن غانم. أدي واحد جبته محدش بيحلي عليه خالص، دياب بن غانم. مالك يا عيشة تعبت ليه اليوم؟ تعبت اليوم بس ليه يا عيشة؟ تعبت ليه؟ مش فاهم يعني. ف هجر الحصري ده القيروان، وهجر ابن رشيق، واتخربت القيروان. لكن الوجدان الشعبي ظل بقى مع دياب بن غانم وابو زيد الهلالي سلامة، والكلام الفاضي ده اللي هو اصلا تقدر تقول يعني خيال شعبي. وبدا بقى كل مجموعه من العرب في الوطن العربي اللي يشجع ابو زيد الهلالي سلامة واللي مع دياب بن غانم وزناتي خليفه. بس لقيت الاسم الثالث، أبو زيد الهلالي سلامة والزناتي خليفة ودياب بن غانم. فبدأت بقى كل مجموعة تشجع أو تتحمس لواحد من الأسماء الثلاثة. لكن لما تقرأ التاريخ كويس جدا في القيروان تكتشف إن دول القبيلتين دول بني هلال وبني سليم اللي هو منهم أبو زيد الهلالي سلامة ودياب بن غانم والزناتي خليفة، دول الحقيقة دمروا حضارة في القيروان. أنا مش ضد على فكرة عشان ما حدش يقول لي يعني، لكن أنا بتكلم على إنه كيف مجد التاريخ الشعبي مجموعة لصوص. ده كان لص، التاريخ بيقول كده يا جماعة. خربوا بيت القيروان يعني، عملوا نكبة، التاريخ مسميها نكبة القيروان. اقروا عن المعز بن باريس. فكيف مجد التاريخ الشعبي ثلاث حرمين لصوص، بينما نسى أو تجاهل حضارة القيروان العظيم. وده يفكرك بالرواية الشعبية للأدهم اللي هو أدهم الشرقاوي، منين أجيب ناس لمعنات الكلام يتلو
الموال المشهور اللي غناه محمد رشدي واللي غناه عبد الحليم حافظ. فازاي انه ادم الشرقاوي لص يعني لص وهو موجود في متحف الشرطه دلوقتي، موجود جنب راوي سكينه، صوره في القلعه في متحف القلعه جنب راوي سكينه. لكن تستغرب ان الشعوب كانها تريد ان تمجد اللصوص وتنسى مثلا ابطال عظام زي شاعرنا النهارده اللي هو الشاعر الحصري الضرير الحصري. فشوف شوف هذا الشاعر الرقيق العظيم اللي يكتب يا ليل الصبح متى غدوا أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه أسف للبين، أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده، كلف بغذال ذي هيف خوف الوحشين يشرده، نصبت عيناي له شركا في الليل فعز تصيده، وكفى عجبا أني قنس للسرب سداني أغيده، صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أتعبده، صاح والخمر جنى فمه سكران اللحظ معربده، ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده، كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده. الشاعر ده اتخرب بيته واتهلك وخرج من القيروان الى سبتة ثم الاندلس ثم عاد الى طنجة ومات في طنجة، بينما التاريخ الشعبي يمجد أبو زيد الهلالي سلامة ودياب بن غانم والزناتي خليفة. هي دي الفكرة اللي أنا كنت عايز أقولها لحضراتكم. خليني آخر، شكرا يا أبو عمر، قلت أبو عمر ده جاي دلوقتي تقوله لي ما افتكرته، بس متشكر. ريري بتقول خلاص شوش أستاذ طيب خاطرك يعني مش عارف. أيوة الزناتي خليفة حسن وصلت متأخرة، متشكر حسن جدا، نفس مطمئنة. على كل حال ناس كتير قالوا الزناتي خليفة ودياب، ما هو هو دياب يعني. عمرو الجمل باشا أهلا بك يا عمرو. نادية الله يخليك يا نادية، تم الانضمام. دكتور محمد صلاح الدين أهلا، إزيك يا دكتور؟ أنا ما أعرفش هو ليه على عليك أحمر، يعني أنا لو عملت كليك على الأحمر ده هيعمل حاجة؟ مش عارف، ما بيعملش. أنا ماليش في التكنولوجيا يا دكتور والله، كان نفسي. عصمت فريد بيقول سمعت من سيد حواس عزيزة ويونس. اه سمعتها طبعا. ما هي عزيزة ويونس والقصص الفرعية دي قصة من القصص الأم اللي هي السيرة الهالية. حدد الوقائع التاريخية في الجزائر وليس المغرب. لا في تونس، بتكلم على القيروان. محمد زمان ما كانش فيه جزائر ومغرب وتونس كده، يعني الحدود بتاعت سايكس بيكو دي ما كانتش موجودة قوي كده يعني. يعني كانت الناس بترعى وبتتحرك بمنتهى السهولة، حتى من يعني يمكن من قبل كمان الدولة العثمانية، من قبل الخلافة العثمانية، من قبل ظهور أو فتوحات العثمانيين في الشرق العربي، ما كانش فيه الجزائر تونس المغرب بالحدود إياها دي يعني، اللي تعرجت دي لأسباب يعني. ما عرفش عايشة أنت تعبت منين والله، أنا مش قادر أفهم يعني. ندى أهلا يا ندى، إعلامي الله يخليك يا نادية سعد. انا على كل حال هي دي الفكره، ان انا كنت لسه عايز اقول لكم انه وانتم كمان وحشتيني يا طالبه جنه الريان، القائك حلو الله يخليك، متشكر قوي. محمد صلاح، استاذ محمد معاك، محمد صلاح اعلامي جامعه قناه الحياه، الله يخليك. ازيك يا محمد وتحياتي ليك. الاء الخالد، الله محمد تم مش عارف. على كل حال فانا ريني او الوفاء بديع حسن منورين، انتوا بتقابلوا بعض هنا يعني، طب كويس. خالد الله عليك في الخاص محمد، ربنا يخليك. انا بس بختم بسرعه عشان وقتكم يعني. تخلصنا عيدين وارسلناهم لكم ومعهم عقيرتهم الشعيه. حضرتك منين؟ تخلصنا من العبيديين وارسلناهم لكم. لا هم هو انتوا لو انت من الجزائر والمغرب وتونس انتوا فعلا تعبتوهم وفعلا ده اللي حصل، لكن التاريخ بيقول ان هم اتحركوا. العبيديين كانوا شايفين ان القاهره هي او مصر يعني وقتها هي هتبقى مقر او بدايه نشر الفكر الفاطمي الشيعي الاسماعيلي تحديدا يعني. فتحركوا من المغرب فعلا ووصلوا الى القاهره وانشاوا او بنوا مدينه القاهره، ثم بداوا رحلتهم الطويله جدا اللي هي لحد ما ازحهم يعني. المعز بن باديس
كان حاول يزاحهم فعلا، لكن هم بعتوا له القبائل اللصوص دول بني هلال وبني سليم. وانا بقولش عليهم لصوص عشان ما حدش يبقى قريبهم ويقول لك انت تطلع تشتمهم، ودي كانت حقيقه التاريخ اللي بيقول، مش انا اللي بقول يعني. بيقول هم سلط عليهم مجموعه او قبيلتين، حتى ابن اليزوري الوزير بتاع المستنصر قال له دول بقى هيهلكوا لك اي حاجه يا معلم، دول هيهلكوا الحرس والزرع بتاع القيروان. وحصل فعلا انه قد كان، وسميت هذه الفتره نكبة القيروان. القيروان لكن اللي فشل فيه المعز ابن باديس عمله صلاح الدين الايوبي. يعني المعز يعني يعد مشروع صلاح الدين الايوبي هو استكمال لما فعله المعز ابن باديس. راجل رائع جدا وسني ومحترم، وزي ما بيقولوا المؤرخين عليه كان رقيق جدا ومؤدب جدا حتى مع الخدم يعني، ومقرب للعلماء حواليه. ففشل، لكن اللي نجح في استكمال الرسالة والقضاء على الدولة الفاطمية تماما هو صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو مشروع أو استكمال أو حلقة أتمت ما بدأه فعلا المعز بن باديس زي بيقول التاريخ. فإذا كنت أنتوا عايزين تقولنا بعتولنا إيه؟ طيب كنت بعتولنا حاجة كويسة يعني. المغرب كلها حاجات كويسة. أنا هون يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. وجه تحية لأهل سيناء ورفح، خاصة وأنا دول على رأسنا من فوق أهل سيناء ورفح. ولما كنت الحقيقة بقرأ تاريخ الكعبة، فكنت بيلفت نظري دايما رحلات جد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو الرسول عبد الله إلى الشام، فمرورا بغزة. فتحية بقى مننا هنا لأهالي سيناء ورفح وغزة. حضرتك غلطان، زيادة خليفة مش من عرب بني هلال والسيناء. أنا بتكلم على الرسالة كلها يا جماعة. زيادة خليفة اللي بتكلم على القبيلتين دول اللي طلعت منهم قصة أبو زيد عليه السلامة، زيادة خليفة دياب بن غانم. أستاذ محمد أنت حكاة لا مسيا. الله يخليك ومتشكر جدا. أنا مقيم بالسعودية بالقرب من هذه القوم فعلا بد. أنا معرفهمش يعني، معرفهمش، انا مش علاقه بيهم، انا ليه علاقه بالتاريخ. واللي مش مصدقني وممكن يكون من اسلافهم يزعل، هو حر، انا مش هجاملك يعني. نكبه القيروان حصلت على يد القبيلتين دول، بني هلال وبني سليم. وبني هلال دول اللي هم طلع منهم قصه السيره الهلاليه اللي هي ابو زيد الهلالي سلامه وزناتي خليفه ودياب بن عامر. ماليش علاقه، دياب بن غانم ماليش علاقه. ودول يعني انت لو قريت عدد العلماء اللي كانوا في القيروان في الوقت ده سنة 400 قبل 429 هجريا، اقرأ العلماء، اقرأ المؤلفات اللي كانت بتخرج من القيروان، ثم اقرأ بقى ما فعله او ما فعلته القبيلتين دول في القيروان. دمار شامل. دول كانوا سلاح يكفي بلاش يعني، مش ما حصلش حاجة، القيروان زي الفل. دول كانوا سلاح في ايد المستنصر الشيعي الاسماعيلي للقضاء على الحركه السنيه في القيروان في المغرب العربي. فانت بقى انت حسبها انت زي ما انت عايز يعني. الكرامات دول في البحرين هنتكلم عليهم بعدين لو سمحت. شو يا ريس مش عارف، زهره الهلالي بتقول تحيه لكم، انا مش قد متابعين اهلي. زهره ندى بتقول الهجمه على صلاح الدين. انا بص، الناس اللي بتسال عن صلاح الدين الايوبي، الكتاب بتاع الاستاذ دول، الكتابين دول في أروقة التاريخ الأستاذ محمد الهامي، فيهم رد من على لسان المؤرخين والمستشرقين الأجانب عن صلاح الدين. فما تصدقوش واحد أفاق زي يوسف زيدان. بصوا هؤلاء أفاقين. أنا لا أؤمن وخلاص، وأنا بتكلم بمنتهى الأريحية وبتكلم بمعلومات يا جماعة. أنا مش يعني مش بتكلم ظنا، أنا عاشرت هؤلاء الليبراليين، عشرتهم مش سنة، سنين يعني. أنا كانت حياتي كلهم معهم، وكنت وأنا معهم مستغرب من تصرفهم. إن ما شربتش خمرة، إن ما قمتش رقصت، إن ما سبتش الدين، إن يعني بص لازم تبقى، وإلا ما تاخدش كارنيه الليبرالية. هو الليبرالي في مصر يعني الملحد بس، إلحد أنت عن الإسلام بس. المسيحية ما بتحطوش في دماغهم خالص يعني، لكن انت الحد في الاسلام تبقى ليبرالي وتطلع الكارنيه ويحترموك جدا. دور على حاجات متشابهات في القران وحطها قدام بعض وركبها كده واعمل حاجات تبقى رائع، انما غير كده انت ما تلزمش. بس
قريت 6000 كتاب، ولذلك كتير منهم، كتير منهم يكتبوا العقائد، كتير جدا منهم جدا، انه كتب في الاسلاميات كتير. بيحبوا في طه حسين حاجه بسيطه جدا، الشك بتاع طه حسين اللي هو مرحله قديمه يعني عن طه حسين. لكن يعني يوسف زيدان والاسماء دول صدقوني دول افاقين، وانا انصحكم يعني ارموهم بصراحه. هو انا بقولش ده عشان انا اسلامي وده اللي طلع خالص، انا بقول ده لاني انا عاشرتهم بجد، يعني عاشرتهم. يعني انا يعني انا لما كنت تحدي يقول لك تشرب اجيب لك كاس ايه، فتقول له ما اشربش، يقول لك انت شيخ ولا ايه؟ على طول في خواجات مش هقول، يعني كنت كتير اقول الكلام ده، في اوروبيين ما بيشربوش، يعني مش ضروري يعني اكون شيخ. هو طبعا بيقول انت شيخ عشان يبتدي بقى يطلع عليك الليله كلها والحفله تبقى عليك يعني، فتقول لا مش ضروري يعني. بس في كتير جدا من الاوروبيين ما بيشربوش خمر اصلا، يعني ايه المشكله؟ واليهود مش بيشربوش خمر ليه؟ ابقى شيخ اشمعنى شيخ يعني اللي عمل لك حموضه على صدرك؟ لا اليهود ما بيشربوش، يعني كتير منهم ما بيشربوش، والاوروبيين حتى اللي بلا ديانه البوذيين مثلا ما بيشربوش عادي، تلاقي بوذي. بلاش كده، كنت دايما اضرب مثل بممثل امريكي مشهور قوي ومخرج رائع جدا اسمه كلينت ستوت، اللي عمل الطيب والشرس والقبيح. الراجل ده ما بيشربش حاجات، ما بيشربش المياه الغازيه، مش ما بيشربش خمره، ما بيشربش ميه معدنيه، ميه قصدي كوكا كولا والحاجات دي، ولذلك هو نموذج. وهو طبعا دلوقتي كبر يعني خلاص بقى، بس ظل حتى اخر ايامه، الفيلم الاخير بتاعه اللي اخرجه بتاع البنت الملاكمه دي لاخر ايامه، هو رشيق جدا لانه راجل بياكل بطريقه معينه. ثم الفيجيتيريان دول ما لهم يعني، ما في ناس ما بتاكلش الحيوانات وما بتتريقوش عليهم، اشمعنى يعني احنا؟ فهي بصوا يوسف زيدان ده افاق يعني، عشان بس ما اطولش معاكم فيه وما يستحقش يعني. الكتب اللي عندك دي كلها قريتها؟ روكي سلطان، رؤية سلطان مش كلها قريت اغلبها يعني، لكن مش كلها، وبعدين دي مش كتير، اللي في مصر كانوا اكتر الحقيقه، لكن برضو مش كلها، لانه في الحقيقه القرايه انت بتشتري الكتب بهواك الاول وبتوقعك انك هتحتاجها، يعني الموضوع ده هحتاجه، فلما بيجي وقت وتلاقي نفسك عندي في البرنامج مثلا موضوع اقتصادي، موضوع تاريخي، فبتلاقي نفسك تدور فبتجيب الكتاب وتقراه. فمش كلها لكن في الغالبيه يا روقي يعني الحمد لله يعني. لا لسه ما خلصتش للامانه الاغاني لابي فريد الاصفهاني، يعني طويله جدا كتيره جدا، حوالي 24 جزء، وكلها عن الشعراء والمغنيين القدام وبتاع، تاريخ الشعر والغناء يعني، بس صعب صعب. وحتى قصه الحضاره قريت منها اجزاء يعني، مش بقراها من اولها لاخرها يعني، لكن لما تيجي عن عصر معين بفتح الجزء يعني، في ده الفهرس بتاعه اللي هو الكتاب ده الجزء ده الفهرس بتاعه، لما احتاج عصر معين بخش الفهرس هنا اعرف هو في انهي جزء من دول واجيبه يعني. فهي مش كلها. ارجو تخصص فقره مثلا النهارده عن سوريا، تحيه لسوريا، تحيه لادلب، تحيه لدمشق، دي يعني سوريا دي جميله جدا، وانا بنحاول نعمل كده. احمد بيقول هل تعتقد ان عزازيل راح التعليم؟ كلها مسميات للحاد فقط، ده صحيح. مازن بيقول ارجو تخصص فقره مصر النهارده عن سوريا. انا تحياتي يا مازن ليك. السلام عليكم استاذ محمد مصر، انا بترد على احمد من بلجيكا، نفسي تيجي تزورنا بلجيكا. انا نفسي، بس انا لو خرجت من البلد دي من تركيا ما اضمنش ابقى فين يعني، فعشان كده بقى لي 5 سنين ما خرجتش من تركيا نهائي. اللي عاوز يشتغل صحفي يبقى ليبرالي. انت يعني مش عارف تتعذر بتكلم جد. دودي انا اقتنع باقوال المثقفين امثال يوسف. انا اقتنع باقوال المثقفين. دودي بتقول كده، انت مقتنعه يا دودي باقوال المثقفين امثال يوسف زيدان؟ انا ده اللي فهمته. لو انت مقتنعه انت حره، انا ما عنديش اي مانع على فكره يعني. انا لو في واحد، لو انت يعني مقتنعه بيه خلاص مش هقدر اعمل لك حاجه يعني، انت حره يعني. انت عامله زي بالظبط يا دودي كده، لو انا فاهمك صح يعني، عامله زي بالظبط كده اللي مقتنع بالسيسي يعني. ما هو انت هتقول له ايه يعني؟ خلاص ده يعني ده على قلوبهم اقفالها يعني، خلاص يعني هتقول له ايه يعني؟ تخيلي انك قابلت يا دودي واحد دلوقتي لسه شايف ان السيسي ذكر وراجل وهيعمل ويعمر باللي بيحصل ده كله، فهتقولي له ايه؟ عادي يعني.
فخليه يعني قاعد يا معلم، طير روح بقى، خش جوه الفانيلا بتاعته، انت ما تقعدش بره، خليك جوه خلاص. يعني انا ما عنديش بصراحه، ما عنديش رغبه ان انا الح على حد يعمل حاجه. اللي عايز يعمل حاجه، اللي يا اخي اللي شايف، واحد شايف بعينيه خلاص يعني، طبعا ما شافش يعني هتقول له ايه؟ فاللي عايز حاجه يعملها، انما انا ماليش علاقه عندي بالقصه دي خالص. انا الجاكيت بتاعي طارق، ده الجاكيت بتاعك طارق. طيب محمد صلاح بيقول رقم ميسي عملاق، يعني وليد فاروق برنس، ما اعرفش وليد فاروق صاحبنا ولا لا. محمد تحياتي ليك. طيب على كل حال، انا بس كنت عايز اقول لكم انه ما تضيعوش الليله حفله التيس، ما قرطهاش بصراحه. اقول لك الحقيقه، مين اللي قال الجمله دي؟ حبيبه، بصي يا حبيبه، انا ما عنديش لغه كويس خالص، يعني ما عنديش لغه وثم هو مكتوب اصلا بالاسباني كمان، يعني ما عنديش اسباني خالص، يعني هم ثلاث كلمات بالاسباني. وحتى لو عندي، هيبقى عندي لغه ايه؟ يعني لغه الناس السمان دول، يعني اللي هو على حفاظ الاحفاد. انا بعتمد على الترجمه. فانا لما بدات حفله التيس، رغم قريت عنها كويس جدا وبتاع، لما بداتها لقيت الترجمه رديئه، رداء شنيعه، رداء سخيفة، يعني رداء بايخة. فالحقيقة ربتها. وانا ما عنديش، بصي انا هقول لك حبيبة، انا ما عنديش سعادة مع كتاب. اذا الكتاب ما خدش قلبي، اذا الكتاب ما جابنيش كده قدامه ومسكني، مش عارف، حتى لو الكتاب ده انا شاريه ب 1000 دولار مش عارف معايا، خلاص هرميه. فانا قعدت اقرا شويه شويه، طولت بالي كتير جدا، في الاخر رحت ارميه ما كملتهاش. بلاش تخرج. اخرج فين؟ انت ايمن بيقول انت متعلقه هنا بس ولا اليوتيوب يا عايشه؟ ما ولا ايمن، شكرا لبرنامجك، اشكرك يا مازن جدا. طيب خليني بس اقول لحضراتكم عشان ما نضيعش الليله، انا ما اعرفش في ناس بتتكلم بعضها. دودي لا انا اقتنع، استاذ العزيز اقصد انا لا اقتنع. دودي بتقول لا انا اقتنع. طيب خليني بس عشان بس الليله زي ما بداناها بالشيخ الضرير او الحصري، الضرير الحصري، الفرق ما بين احمد شوقي، احمد شوقي كان يحب يعارض، يعارض مش بمعنى يعارض يعني يكره، عارض في الشعر يعني يعمل على منوالها. يعني مثلا الامام البصيري يكتب القصيده بتاعت برد البصيري اللي اولها امن تذكر جيران بزي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأمضى البرق في الظلماء من بدمي، فما لعينيك إن قلت أكثفها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يا حبي. ما تقدرش تقول لعينيك تعيط فتعيط، ولا تقدر تقول لقلبك حب فيحب، فما لعينيك إن قلت أكثفها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يا همي. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر الباني والعالمين. لولا الحب ما كناش عيطنا على الأطلال بتاع الديار، ولا كنا بكينا أو الدمعة تأرقت لما يذكر اسم محبوب. القصيدة دي فيها محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، فق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. شوف الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لما قابل الرسول في المنام يقول لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. القصيدة دي اللي فيها الحب والعشق وبتاع، ولولا الهوى لم ترق دما على طلل، وما لعينيك إن قلت أكففها متى، وما لقلبك إن قلت استفق يا همي. القصيدة اللي بدأت كده بيتكلم كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، ما اعرفش ايه اللي جاب السيره دلوقتي، بس القصيده دي بقى كتبها البصيري، عمل على نسجها احمد شوقي نهج البرد. في فرق بين البرد،
اللي هي بتاع البصيل، ونحجز البوردة اللي هي بتاعت احمد شوقي. طبعا البوردة البصيل اتعملت دراسات في اللغه، دراسات في الفقه، دراسات في فاحمد شوقي كتب نهج البورده، فكتب صلاح امرك للاخلاق مرجعه، فقوم النفس بالاخلاق تستقمي، والنفس من خيرها في خير وعافيه، والنفس من شرها في مرتع وخمي. ده شوقي. انما التاني يقول ايه بقى؟ يقول لك اخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. ويكلم عن نفسه يقول فاصرف هواها وحاذر ان توليه، ان الهوى ما تولى يصم او يصم. هو شوقي كتب على نهجها بالظبط، نهج البرد. فلما يجي يكتب الحصري قصيده يا ليل الصب، يكتب شوقي مضناك جفا. انا هختم البث ده اللي خلاص داخل على ساعه بالمقابله بين الاثنين. يعني شوقي يقول، قصدي الحصري يقول يا ليل الصب، والصب قلنا العاشق المستهام، يا ليل الصب متى غده، متى غده اقيام الساعه موعده. الليل طويل قوي عليه، رقد السمار فارقه، اسف للبين، بين البعد. يعني الناس اللي حواليه اللي بيتسموا معاه في الليل رقم، وبيأسف للبين يردده. فلما ردد الأسف ده، الوجع ده، العذاب ده، فبكاه النجم ورق له، مما يرعاه ويرصده كلف بغذال ذي هيف، خوف الوشين يشرده. الغزال فعلا لما تشوفه واقف، اي حد يتحرك حواليه يجري، يخاف، يشرد. هنا الوشين خايفين من الغزال، يعني خايفين يعملوا صوت عليه. كلف بغزال ذي هيف، خوف الوشين يشرده، نصبت عيناي له شركا، مش في الحياة، مش في الحي، نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده. يعني حتى مش عارف اجيب. وكفى عجبا أني قانس للسرب سباني أغيبه. أنا قاعد صياد اصطادوني، زي ما بيقول شاعر رشدي، صياد ورحت اصطاد صدوني. موال حلو محمد رشدي جدا جدا. صنما للفتنة منتصب، تمثال للجمال والفتنة منتصب، صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أعبده. صاح صاح والخمر جنى فمه، سكران اللحظ معربده، يندو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده، فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده. كلا كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده، يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده، خداك قد اعترف بدمي علام جفونك تجحده. شوف هنا يقولها ازاي، وهنا يقول يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده، خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده. شوقي يقولها ازاي هنا؟ يقول بالظبط شوقي يقولها، يقول جحدت عيناك زكية دمي وكذلك خدك يجحده، قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده. يعني ما لقيتش شهود ليا فشاورت على خدك، اشهد إن هو أتوني. قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهده، بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده، حدش يقدر يفسد اللي بينك. ده شوقي. انما الرجل يقول اني لا اعيذك من قتلي واظنك لا تتعمده، بالله هب المشتاق كرى. الكرى النوم درجات، بيبدا بالكرى ثم بقى جوه النوم، النوم مش مره واحده يعني. فالكرى النعاس، هب المشتاق كرى فلعل خيالك يبعده يسعده، ما ضرك لو داويت دنا صب يدنيك فتبعده،
لم يبقي هواك له رمقا فليبكي عليه عوده وغدا يقضي أو بعد غدا هل من نظر يتذوده يعني يديله أي حاجة لما يموت يعيش عليها. يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده يهوى المشتاق لقاكم وصروف الدهر تبعده ما أحلى الوصل وعزله لولا الأيام تنكده بالبين وبالأجران فيا لفؤادي كيف تجلده. على كل حال أنا سعيد جدا وأنا خلصت اللي عندي وكنت بس حابب أحيي حضراتكم وشاكر لأصحاب الفكرة وشاكر لأصحاب الليلة الجميلة دي وكل سنة وأنتم طيبين وجمال جدا بأي مناسبة يعني. إن شاء الله يكون مناسبة انتهاء يوم الجمعة، إن شاء الله يكون مناسبة عيد ميلاد، إن شاء الله يكون مناسبة عيد جواز، يعني أي كل سنة طيبين إحنا مع بعض يعني. حلقة القائد الملهم بتاريخ كام؟ مش عارف والله، ما تسألنيش على التاريخ يا راجل ما تحرجنيش. همسات المطر بس ده كل جمعه؟ ما اعرفش والله. انا والله ما كانش عندي حاجه لكن القصيده دي الحقيقه عجبتني فلما قعدت ابحث فيها ومشيت وراها لقيتها دخلتني في عوالم اخرى فنزولا على رغبه ناس كثيره جدا والله. طلعت لها وربطت ما بينها وبين سيره بني هلال وبين احمد شوقي. بلاش تحكي غزال بالذات، ما قلتش غزال بالذات. فجر. اي اخبار استاذ الغالي؟ ما اعرفش استاذ ايه الغنيوفي وهل نضيفه مره ثانيه؟ ما اعرفش حد بيتكلم عن مين. طارق استمتعنا بشكرك يا طارق جدا حبيبي ضيفي عندك استاذ ضيفني عندك. اسلوبك جميل ربنا يخليك. على كل حال يا ليل بلح متى قيام الثوره موعده؟ احمد عبد الرحمن زي شوقي. على فكره بالمناسبه يا احمد بتهزر يعني هو شوقي هي القصيده الاولانيه يا ليل الصبر متى غدو. يجي بقى شوقي يكتب مضناك جفاه ومرقده جبناك جفاه ومرقده. يجي بعد كده انور بجدي مع فيروز يعملوا الاغنيه المشهوره الجميله كروان الفن وبلبله. لو انتوا فاكرين كروان الفن وبلبله اللي هي فيروز وانور بجدي. شوف اتعمل ازاي؟ يعني من يا ليل الصبر بقت مضناك جفاه بقت بعد كده كوميديا اللي هو كروان الفن. فاحمد عبد الرحمن بيقول يا ليل بلح متى غدو اقيام الثوره موعده. ان شاء الله يا احمد واشكرك جدا. جميل التنوع في اللقاء. شايفه يا ريم انا مش عارف بس هقول حماري وانا بتابع خاص عايز استضيفك اطلع تي في طار بتاع فاتن تبارك الله ربنا يخليك يا فاتن. هارو انتوا وتعليقاتكم في كلام كبير تلقائيه ممنتجه. لا ايوه تلقائيه. يعني ما فيش حاجه مش تلقائيه ولا برنامج بعمله على الاطلاق يعني طول الوقت الحياه زي ما انا كده يعني والحمد لله ما بغلطش يعني ممكن اغلط غلطات قبيحه جدا لكن ما بيحصلش الحمد لله يعني خالص الحمد لله. فهي ما فيش مونتاج يعني مونتاج يمكن عشان بس يعني لو طالت الحلقه قليلا يشيلون 10 دقائق بس مش بتظبيط يعني بس. ام عمر تحياتي ليك يا ام عمر ملك تم بس كل يوم جمعه والله لو حصل يعني. على كل حال انا سعيد جدا بحضرتك. اصبر كمان نص ساعه بس. بلاك هورس بيقول اصبر كمان نص ساعه. امين سامي بيقول محمد غير وانا بتابع عايز اضيفك في اتصال هتيجي على الهواء برنامجي زميلك اعلام استراليا تحت امرك يا امين والله. يلا انا ما اعرفش اعمل ايه عشان انا تحياتي ليك والعرب والمصريين في استراليا. لما جوز عمره 10 زيك كان الحال اتغير لاسوء. لا موجود يا اخي والله وحياه ربنا مصر دي عظيمه جدا. مصر دي ولاده بان يا سلام القصيده رائعه. طبعا القصيده رائعه رائعه رائعه. عايز اقول لكم يا جماعه انا قاعد اقراها وافندها معرفش انتوا يعني معرفش هل بتسمعوا المزيكا اللي في القلب. الالفاظ الكلمات ليها قوه سحريه دي حقيقه مش كلام مبالغه ولا كلام عجز يعني كلام حقيقي.
يعني مثلا لما واحدة صادقة تقول لواحد أنا بحبك، الكلمة دي مكتمل فيها، أو واحد صادق يقول لواحد أنا بحبك. لما واحد يقول لواحد بصدق شد حيلك، لما واحد يقول لواحد بصدق أنت كويس، الكلام بيعمل فيه لو هو صادق، الكلام بصدق يعني في موقف صدق. فالكلام له الكلام له قوة طاقة رهيبة جدا. يعني الكلام ما هوش مجرد حروف جنب حروف، عملت كلمة، كلمة جنب كلمة، صنعت جملة، مش كده يعني. ومؤكد أن هذه القصيدة لم تنزل على الشعر مرة واحدة، مؤكد ده قاعد يشتغل يعني، ومؤكد أنه في لحظة خاصة في الكون، في التاريخ، في حياته، خليته يكتب يا ليل الصبر متى غدوة. بيتكلم الليل. وشوف انك تبدا القصيده بفقدان الصبر، خلاص يعني يا ليل الصبر متى غده قيام الساعه المعده. يعني ليل بتاع العاشق المتيم ده طويل جدا، امتى بكره بتاعه؟ ليل لا ينتهي، ظلام لا ينتهي، متى غده قيام الساعه المعده. شوف الجمل، شوف الكلام فيه طاقه، في قوة غريبة جدا في الكلام، وفي إحساس حلو. رقد السمار فأرقه أسف للبين يردد. كلام حلو قوي، مش بس كلام حلو، إنما طيب رائع. قعدك الله يخليك يا إكرام، يا إكرام. أخيرا أرى التعليق للأستاذ أمين ريما ملكة. ريما أنا أريد تعليق مين؟ أنا أتعلم حضرتك دائما مراجع التي في القصيدة الرائعة للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي عن الكلمة، عن ازاي ان الكلمة تقتل، وان المسيح كان كلمة، وانه العلاقة بيننا وبين الله كلمة. يعني القرآن الكريم كلمة، الكتب المقدسة كلمات. فلما والشعر يعني إيجاز للكلمات، إزاي تكتب 30 جورنال عشان تقول كلام كتير في إنك تعبان وإنك عاشق وإنك مستهام وإنك متيم، لكن يجي واحد تاني عنده موهبة ربنا يقول يا ليل الصبر متى غدوه أقيام الساعة. الكلام لما تفكر فيه ولما تحسه ولما تسمعه بيبقى محتاج، زي ما هو خرج من شاعر رقيق عظيم متيم صادق، بيبقى محتاج نفسية بنفس الطريقة. يعني أنا أقول لكم على حاجة غريبة. النهاردة كنت بصلي الجمعة والخطيب التركي أنا مش فاهم حاجة بيقولها خالص، بيقول أول خطبة العربي كلمتين القرآن، يعني يتم القرآن الكريم، ثم بيقلب تركي. مش فاهم أي حاجة، بس قاعد في المسجد له جلال هنا، كل المساجد هنا نظيفة جدا، المساجد هنا تحب تخشها كده عمالة على الطال يعني، غير مصر طبعا، غير مصر خالص. لا المساجد هنا يعني لو أنت متضايق يعني روح المسجد بصراحة، بصراحة. المهم يعني فأنا قاعد والراجل عمال يخطب، والصوت حتى مستوى الصوت في المساجد عندهم صوت الميكروفون رائع. مش عندنا تحس ان في عودين قصب دخل ودنك، لا ده صوت من سماعه حلوه كده، والراجل نفسه بيتعلم اسلوب التعامل مع الميكروفون يعني، ده فن الصوت مستوى كويس. المهم والسماعه طبعا. المهم فالراجل قاعد يخطب، مسؤول في جو من الجلال في الموضوع، انا حاسس بجو الجلال ده، انا مش فاهم بيقول ايه اصلا. واحد قدام كده يمكن 30 سنه مش عارف، ماسك موبايل وقاعد واتساب. انا استغربت جدا، استغربت التصرف. طبعا هو الوحيد في المسجد اللي عمل كده. قعدت اتامل كتير جدا، هو جاي ليه؟ انت ما كنتش عايز تسمع، جاي ليه؟ انت
ناس ابص على وشوش الناس، وكالعاده السيئه بتاعتي بحكم امراض المهنه ان انا فنان تشكيلي، فتعلمنا ان فن التشكيل لما كنا بنعمل بورتريهات تقعد طول الوقت بتحلق في الناس في الشارع، وده وشه عامل ازاي وده مناخيره، فناس تحس انك شاذ، ناس تحس انك انت عبيط، ناس تحس انك انت اهبل، ناس تحس انك انت متدوش. نركب ميكروباص، تركب عربيه من ورا، تركب قطر درجه 2000، تقعد تبص في الناس قوي كده، يا ترى عيني عامله ازاي؟ ما هو انت شغال بورتريهات بقى. فانا قاعد اتفرج على بورتريهات الناس في المسجد، فلاقي جلال كده واحترام ووقار. بالله الواد ده مش واد، هو 30 سنه قاعد يلعب في الموبايل وعمال واتساب ده، وهو حس مع اني ما حدش وجه له اي كلام، ما حدش قال له عيب، فحس بس من الصمت راح قفل الموبايل وكسف وعمل كده. الراجل صوت الخطيب صوته حلو، هم هنا بيختاروا المؤذن والخطباء باصوات حلوه مش زي عندنا اللي بيقع من القطر يخش. فتحس ان صوت الخطيب مع مستوى الصوت في المسجد مع جلال العماره والنظافه اللي في المسجد، في طاقة حصلت خلت الواد ده ياخد باله انه بيرتكب خطأ، فلم التليفون. اللي عايز اقوله لحضراتكم ببساطة جدا انه اذا كان الشاعر وصل الى مرحلة ولحظة قال فيها الكلام ده، كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده. شوف الجملة من كل اللغة، كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده. الجملة دي خرجت من شعر بالطاقة دي، محتاجة بقى اللي يسمعها يسمع كده، يسمعها كده. والشعر عنده ميزة انك مطلوب فيها انك تقرأ مرتين ثلاثة، تقرأ القصيدة، انك انت اللي ما فهمتوش النهاردة تفهمه بكرة، اللي ما وصلناش النفس بتبقى عاملة زي الـ بنايه مليانه شبابيك، فبيجي واحد تحت البنايه دي يقول جمل، فالنهارده نص البنايه فتحت الشبابيك تسمع الجمل، يجي الراجل تاني يوم يقول نفس الجمل او غيرها، مجموعه تانيه من الشبابيك في البنايه النفسيه دي تتفتح، وهكذا. فكل يوم وانت بتقرا يعني حتى لو قصيده واحده هتلاقي نفسك شفت في حاجات جديده جدا. طبعا المثل اللي اقوله صعب جدا، مفيش حد زي القرآن الكريم، انت اسمع آيات القرآن الكريم كل مرة، كل مرة حسب حالتك البنية تفتح فيها شيء جديد، كل مرة تسمع آيات القرآن الكريم. يعني النهاردة كنت بسمع سورة الواقعة من اسم ليه ويفعل بالثواب اللي يعني اللي عملوا فينا المنشاوي، فبسمع المنشاوي سورة الواقعة قبل سورة الجمعة، قعدت اسمعه طول الوقت كأني في حاجات جديدة بتحصل، يعني مع إن الواقعة دي أنا حافظها لكن لا. فإذا كان الكلمات محتاجة أيضا، إذا خرجت من شاعر عظيم ورقيق وصادق محتاجة أيضا نفسية صافية جدا عشان تحسها. عشان كده ما أعرفش كنت بقول كان ليه، لكن اختراع ممكن تخلي 50 دقيقة من المتابعين أهو على سكايب، إزاي أعملها يا عمرو؟ عمرو محمد، إزاي ممكن أعمل يا جماعه؟ حد يقول لي ازاي ممكن انا نفسي افتح دلوقتي ونتكلم مع بعض؟ بس ما اعرفش اعمل حاجات دي يا جماعه. بلاخ خلاص بعد 4 سنين فكروا في الموضوع. اعلامي فاضل ومساء ربنا يخليك يا ناديه، بشكرك جدا. ريري بتضحك عبير، لها سبب، لازم يكون الشعر رساله شكل كلام موزون. مش عارف الناس بتضحك عليه، في ناس بتضحك كتير قوي يعني، ايمن بيضحك عايش دمك خفيف جدا، الله يخليك. محمد امين منور يا استاذ، ربنا يخليك يا محمد. طب انا سايب الخمس زي دول لحضراتكم، زين ظبي، زينة ظبي، ما اعرفش كما اتمنى ان تكون عربية، بس وانا اتمنى تكون مصر. رجاء سعد الله تسليم هيقول صبر صبر. عمر عبد العزيز بيقول انت معزوم عندنا لما ترجع يا غالي. الرفحة وهي الرفحة، تحياتي الرفحة. بحب محمد الفجر نور واسمح محمد، ممكن تخصص بس عن الشعر في العصر الأندلسي؟ أنا مش متخصص أوي في الشعر يعني ما تعتمديش عليا، أنا ممكن أكلمك على الفن التشكيلي عن السينما،
ممكن نتكلم الجمعة الجاية قبل ما أختم بقى عن صورة العرب في السينما الأمريكية. ده موضوع كويس جدا، ده ممكن أتكلم فيه كويس. على كل حال أنا سعدت جدا بيكم، شاكر لحضراتكم جدا وشاكر للاهتمام بتاعكم، وإن شاء الله أشوفكم يوم الجمعة الجاية في بث جديد، وأتمنى يكون ده كان مفيد جدا، وتصبحوا على خير.